السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم بإذن الله نحضر معكم واحدة غريبة تجي معلكة وتجي غزالة، لا في المذاق ولا في النظرة، وعندها واحد تاريخ قديم، ومتأكدة بأنها تعجبكم. وما تنسوش دائما تشجعونا بلايك وبالاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. ندوزو للمقادير مع طريقة التحضير. بالنسبه للمقادير عندي 500 غرام ديال اللوز البلدي، مسحوه مزيان وطحنوه غبره، ماشي طحنوه تيطلق ليده، خصو يطحن غير غبره بهذا الشكل. عندي هنايا 600 غرام ديال السكر كلاصي. عندي هنايا 3 ديال البيضات، غير الابيض البيض فقط، معلقه كبيره ديال الكونفيتور كما كانت النوعيه ديالو. عندي واحد النكهه تبقى اختياريه دائما، انا ندير هنايا ديال النطا. عندي شويه ديال الملحه. الطريقه ديال التحضير سهله، تندير اللوز هو الاول، تنزيد عليه سكر كلاصي، تنحاول ما امكن نخلط العناصر كلها مزيان، درت 3 ديال الابيض البيض تقريبا ديك 100 غرام، 3 ديال الابيض البيض فقط. تنزيد ديك المعلقه الكونفيتور، شويه ديال الملحه، نكهه اختياريه. ما ذكرت لكمش نص خماره، غير نص ماشي وحده، يعني انا عندي غير نص كيلو. كان فيها غير نص. تنخلط العناصر كلها مزيان، كي تشوفوا من بعد ما خلطتها بابيض البيض تصبحت لي بهذا الشكل. اللي عندها الروبو يعني العشان ممكن تخلطها به وتتبقى تعجن مزيان وتتبقى معلكه بحال هذا الشكل. انا راني هي عجنتها غير بيدي، ما درتها لا في خلاط ولا عجن ولا حتى شي حاجه، عجنتها غير بيدي مزيان، صبرت معاها حتى تعلكات مزيان. تبقاو تعجنوها وتعاودوا تعجنوها وتعاودوا حتى تصبح معلكه بهذا الشكل. بالنسبه للتعليك تاعها انتم شوفوا معلكه، تنكوروها تكويره عاديه تقريبا بحجم 15 حتى 16 غرام. تنديروا ابيض البيض في يدينا، غير ابيض البيض، وتنبقى نكور ونهز. انا ما تنخليها لا ترتاح لا حتى شي حاجه، بحكم انني عطيتكم القياس مضبوط. غندير لها 3 ديال ابيض البيض ما يعادي 100 غرام تقريبا. تندير تقريبا ما بين 15 حتى 16 غرام، كي تنقول لكم دائما بانني كاع ما تنوزن يعني يدي حافظه القياس. تندير ابيض البيض وتندير عليها اللوزه، حتى ابيض البيض تنديرو في قلب، اسمحوا لي، حتى اللوزه تنديرها في ابيض البيض بهذا الشكل. تنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى تنكمل العدد اللي عندي كامل. تجيب ابيض البيض تجي مزيونه كي تشوفوا، حتى اللوزه تندير لها ابيض البيض وتبقى ثابته عليها مزيان، وتتلصق ما تطرش كاع بصفه نهائيه. اللي بغات تكبر الحجم يعني دير الكره كبيره، يعني على حسب اللي بغاتي. بالنسبه ليا انا 15 16 بركه، 15 16 غرام. وكي تشوفوا انها معلكه، ما خليتها لا ترتاح لا حتى شي حاجه، بحكم ان القياس ديالها هو هذاك. هذه هي الحلوه
اللي ليها تاريخ، كل شيء تيبغيها، عندها تاريخ. هاد الحلوة تجي معلكة غزالة، اللي تيديرها بكاوكاو تيديرها بكاوكاو، تيديرها باللوز تعطي مذاق غزال، تقريبا راه تشبه المذاق ديال لي ماكارون. كي تشوفوا من بعد ما كملت العدد اللي عندي، القياس اللي حضرت خرج لي هذا العدد. تنولي دهنتها بابيض البيض باش تعطي واحد اللمعان حسن واكثر. ندخلها الفران تقريبا واحد 10 دقائق على ما تطيب. النار تكون متوسطه، ولا كان الفران ديال الضو تكون على درجه 180 تقريبا كذلك واحد 10 دقائق. بقاو معايا على ما توجد. كي تشوفوا من بعد ما طابت خليتها بردات باش تاخذ الشكل ديالها باش ما تهرش، بحكم انها تجفتيه بزاف معلكه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، راه تجي غزاله، وبحكم ان عندها واحد التاريخ محبوبه الناس كامله. وكلشي راه تيبغي هذا الشكل ديال الغريبه اللي تجي معلكه بزاف ومذاقها تيجي رائع، وتقريبا بحال المذاق ديال لي ماكارون. نتمنى باذن الله الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، وتحياتي للجميع. نتلاقاو في وصفه واحده اخرى باذن الله، راه تجي غزاله 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 بزاف. نتمنىكم انكم تجربوها، بحكم ان المذاق اللي فيها ديال اللوز بلدي تيجي عندها واحد المذاق رائع فوق ما تتوقعوا. تصوروا في مذاق رائع بزاف بزاف.